يقول احنا نوعا ما الوضع تاخر علينا. فمن كذي احنا ننصح اي مريض لا تخجل من منظار القولون. يعني في وايد ناس يخجلون يقول لك انا دكتور ما ابي اسوي وما ابي هذا. بس دكتور بعد المره تروح حق المستوصف وتقول ابي تحويل مثلا حق مركز عثنيان مثلا. نعم. يلغى على اساس بسوي منظار، يقول حالتك ما تستدعي. يعتمد ابو احمد، يعتمد كم عمر المريض. يعني مثلا عمره 48 زي. نعم. 47 داش. نعم. اروح حق الدكتور مثلا، رحت مريت في المستوصف قلت له ابي منظار، قال حالتك ما تستدعي. لا لازم، لا انت الحين بالعمر بالعمر منظارك علي. خلاص عطني موعد. لا احنا الحين قريبا راح تصير عندنا في جميع مستشفيات الكويت، خلاص هذه وزارة الصحة شقالة عليها، صار لها فترة مجموعة من أطباء الجهاز الهضمي متكفلين بهالموضوع هذا، قاعد يسوون أمور مناظير الغولون كمسح، يبون يحدون من المرض هذا من انتشاره، أو إذا في ناس مصابة بهالأمراض تصيده مبكر تعالجه. على فكرة لما أنت تكتشف المرض هذا في بدايته علاجه جدا بسيط. يعني تم اكتشافه في البداية لا علاج. نعم نعم. هو شنو الهدف من المنظار؟ الهدف أنك أنت بتشوف في لحميات ولا ما في لحميات. اللحميات الصغيرة اللي تبدي مثل حبة البنكة، إذا تتركها مع السنوات بعد 10 سنوات راح تشوفها ورم كبير، 15 سنة ممكن تشوفها انتشرت. فأنت الهدف أنك أنت تصيدها بالبداية. متى البداية؟ العمر هذا 45-50 هي اللي تبدي تطلع، تبدي تنمو. فأنت لما تسوي المناظير وتستأصلها، خلاص تقول حق مريضك ارتاح، أنت ما يبي لك المنظار إلا مثلا بعد 10 سنوات 5 سنوات. يعتمد من مريض إلى مريض، يفرق كم لحمية عنده، شنو نوعية يعني اللحمية. يعني ننصح اللي فوق 45 ويعاني من هالأمور سوى عملية منظار وتشيك، راجع دكتورك، راجع الدكتور، وفي الأرجح راح يطلب لك منظار قولون. في الأرجح مثل إحنا نشبه دائما في سرطان الثدي أو الفحص أو المسح لأمراض الثدي الخبيثة. الأخوات عندنا من بعد 40 سنة لازم يسوون فحوصات، نفس الطريقة ويا منظار القولون أو سرطان القولون. يعني دكتور الحين ننصح اللي فوق 45. نعم. يعاني من بعض الأمور، راجع دكتورك. صحيح. خلي يسوي لك عملية منظار. صحيح. وتأكد. صحيح. إذا تم اكتشاف إن في لحميات راح علاجها شنو دكتور؟ يستأصلونها بالمنظار بس، وما ترجع ثاني مرة. طبعا ممكن ترجع، يعتمد على حجمها، بس عادة إذا كانت صغيرة نقول حق المريض أنت بعد 10 سنوات تحتاج منظار ثاني. بعد 10 سنين. إذا الحين أنا لو بحمد أسوي لك مثلا منظار ومنظارك توتالي يكون سليم بعمر 48 سنة، راح أقول لك أبو أحمد الله يعطينا ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر، أشوفك بعد 10 سنوات إن شاء الله. يعني منظار واحد وراجع لي بعد 10 سنوات. 10 دقائق أبو أحمد، 15 دقيقة إذا طول الموضوع، مخدر نايم المريض، تسوي المنظار وتطلع، يعني مناظيرنا تأخذ 10 دقائق، منظار القولون يأخذ في أغلب الحالات 10 دقائق. بعد الحلقة حد